قبل الفصل حضرة القسيس كان عندنا سؤال عن التجديف، والكتاب كان بيقول أن التجديف على الروح القدس لا يغفر، لكن التجديف على الآب يغفر. فهل في اختلاف؟ هل في ده معناه أن الروح أعظم؟ الروح أعظم بالمنظر ده. وده عكس اللي الناس فهمها. إزاي؟ يعني إيه كلمة تجديف أصلا؟ كويس قوي، دي واحدة من الآيات الصعبة ومفتاحها هي كلمة تجديف. يعني إيه تجديف على الروح القدس؟ إحنا متعودين كلمة يجدف معناه يقول كلام وحش على حد. يعني لو أنا جدفت على ربنا، يعني قلت كلام على ربنا مش كويس، إنك مش موجود، إن مش مؤمن بيك، حاجة زي كده. لا، كلمة تجديف أعمق من كده. كلمة تجديف معناه أنا برفض وجودك، أنا بنكر وجودك، أنا بقول أنت مش موجود، ما تتعاملش معايا. كويس، وده اللي يفسر الآية. بيقول لما تيجي تقول أنا مش مؤمن بالمسيح، أنا المسيح ده مش ابن الله، أنا مش عارف إيه، لو عملت كده مع الروح القدس، إن جاي يخصك في قلبك، يصحي قلبك، تسمع حاجة زي كده وتقول إيه ده كلام منطقي، إيه ده كلام صح، ده كلام يخش العقل، فتقول لا 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 لا، ربنا مش موجود، الروح القدس مش موجود، وده اللي مش بيكلمني، وأرفض عمل الروح القدس. أقول له أنت مش موجود، بتشتغلش في إيه، أنت مش موجود، متعرفش مني، أنت مش موجود، مالكش دعوة بيا. أنا كده بجدف على الروح القدس. طول ما أنا بعمل كده على الروح القدس هيغفر ليه؟ لا. ليه؟ علشان ما بتوبش، عشان مش هتوب. اشمعنى التجديف على الروح القدس هو الذي لا يغفر له؟ لأن الروح القدس هو اللي بيبكتني، مش كده؟ بس يعني لو توبت بالكلام ده هيغفر ليه؟ بس هو قال لا، لن يغفر، لأنه طول ما هو بيجدف يعني مرهون بوقت التجديف فقط. طبعا طبعا، انا برفض عملك فيا فمش هتجاوب معاك، انا قبلت عملك فيا وتبت، هيغفر. طوال ما هو يجدف على الروح القدس لن يغفر لي، لانه لن يتوب، لان التوبه هي اللي بتخليني انال الغفران. انا بجدف على اللي ممكن يتوبني، انا بقول اللي بيتوبني وبيصحيني انت مش موجود، مالكش دعوه بيا، انا ما اعرفش حاجه عنك، لا مش بس كده، وما تشتغلش فيا، مالكش دعوه بيا، ما لازم يكون عندي قبول عشان يشتغل فيا. برافو عليك. مش كده في ناس بتسمع تقتنع، في ناس بتسمع لا 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 مش ممكن، انت مش مخلص، انت مش مخلص. التجديف هو رفض وجودك ورفض عملك فيه، مالكش دعوه بيا، انت بالنسبه لي مش موجود، انت بالنسبه لي ايه؟ مش موجود، مش موجود، فلا اقبل انك تقترب مني، ولا اقبل انك تكلمني، ولا اقبل انك تخص ضميري او خليني استيقظ. فده اللي بيقوله، بيقول النهاردة اللي بيعمل، اللي موجود في العالم وبيعمل في العالم، الابن مش متجسد النهاردة بالجسد، مش كده؟ فالروح الله هو الآن الذي يعمل في قلوب الناس، ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. لما سألوه يعني إيه، يعني إيه يبكت العالم على خطية؟ إيه الخطية اللي حيبكت العالم عليها؟ لأنهم لا يؤمنون بي. ياه، قال ها، لأن كل الخطايا التانية تغفر إذا أمنت، وإذا ما أمنتش ما أنت مش تبقى أصلاً رحت. ضعت، فاهم؟ يعني ايه يبكت على بر؟ بالظبط، ويبكت على بر اللي هو بر المسيح، بيظهر بر المسيح، بيظهر عوجي، وبيظهر لي ان انا محتاج بر المسيح، وده اللي هنجيلها اكتر، واحنا بنتكلم عن فكره الكفاره، انه انا في بر اعطي ليا، خده يا ابن الناس. يبكت على بر، يبكت على بر ان انا مش قابل البر، ولا يعني ايه يبكت؟ ان بيوريني بر المسيح، بيصحيني، بيبكتني على الخطيه، بيقول لي انت جواك عوج، انت ليه مش مصدق، وبيبكتني على بر، بيوريني البر اللي يغطيني. كلمة يبكت يعني، يبكت يعني يوقظ. عشان كده ما قالش بكت على خطيه، ايه العمال الزفت اللي بتعملها ديت، مش كفايه قرف اللي انت بتعمله، ما بيقولش كده. فالروح القدس لما بيبكتني بيقول لي انت ليه مش بتؤمن، انت ليه مش مصدق ان ربنا بيحبك، انت ليه مش مصدق ان البر ده ممكن يبقى ليك، وتاخد البر ده وتاخد الغفران دوت، انت ليه مش بتعمل كده؟ بالعكس، ده مش توبيخ، ده ايقاظ، بيوقظ روحي، بينبه نفسي، زي ما حصل ابن الضال، بيقول فرجع الى نفسه، فرجع الى نفسه، فاق لايه؟ لروحه. لا بالظبط كده،